فاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، سولنا الناس في معرض الكتاب واش الثمن ديال الكتاب مناسب او غير مناسب. الى بغيتو تعرفوا اشنو قالوا لنا واش مناسب ولا غير مناسب، اجيو معنا. استاذ بخير. الحمد لله اخويا، انت مزيان. درتي شويه فوجتي في المعرض؟ درنا اخويا. شريتي شي كتوبه؟ وي، شريت واحد الكتاب للاخت نتاعي. وكيبان لك الثمن؟ هي اتمنى ما بيهاش على العموم. ما بيهاش؟ مزيانه. كي جاك غالي رخيص؟ بعض الاثمنه كاينين شي اثمنه اللي غاليين، بعض شي حاجه اللي تستاهل، وبعض الحوايج كاينين اللي طلع الثمن شويه. يعني حتى الكتوبه زادوا فيهم؟ لا ماشي زادوا فيهم، مي ذوك الكتوبه طالعين شويه في الثمن تاعو. مي غادي نشري كتب واخا غادي الثمن. واخا غالي تشري كتاب. وي شي كتب. حب المطالعه. حب المطالعه، ويعني كتب زوينين. اخت بخير. لاباس الحمد لله. ضربتي شي دويره في المعرض؟ ضروري اه. شريتي شي كتوبه؟ اه كلا بالضبط. كيبان لك الثمن؟ مزيان. هو الثمن في المتناول مقارنه بالقيمه ديال الكتوبه، يعني حيت كتلقى كتوبه اللي مشهورين واللي عندهم قيمه ثقافيه كيكونوا يعني الثمن ديالهم شويه مرتفع مقارنه بالكتب الاخرى، يعني عموما الثمن مناسب في المتناول. يعني الثمن في متناول الجميع؟ يعني ما قدرش نقول الجميع، ولكن يعني انا موافقه كنشري الكتوبه جاني الثمن يعني زادوا فيهم تما؟ لا ما زادوش فيهم. بالنسبه للكتوبه ما عرفتش. يعني كيبان لك الثمن دابا مناسب ولا غير مناسب؟ انا بالنسبه لي جاني مناسب، حيت الكتوبه اللي مشيت لهم هما كتوبه شويه اللي عندهم وزن. عندهم وزن؟ اه. شحال؟ جوج كيلو وثلاثه ولا اربعه؟ وزن ثقافي كبير، يعني عندهم قيمه، يعني ودي الكتب كبار، داكشي علاش يعني عادي انه الثمن شويه يكون عالي وطالع على الاخرين. حيت الكتاب وازنين. شريتي شي كتوبه؟ يلا بجينا. كيبان لك الثمن يعني مناسب؟ بالنسبه لي الثمن شويه طالع، زعما غالي شويه، مي الكتوبه زوينين لذلك غنشري واخا الثمن شويه طالع. واخا غالي الثمن تشري؟ ماشي مشكل. وراه داك حب المطالعه. من وين؟ من السعوديه. مرحبا بأهل السعودية. حياك والله وأهلا بأهل المغرب. كي جاك المعرض الدولي بالرباط للكتاب؟ جميل ما شاء الله تبارك الله، وفي تنوع وعدة جهات مشاركة وعدة مستويات حسب الإنسان يحتاج، يجد إن شاء الله احتياجه. اشتريتي كتب؟ اشتريت كتب. ويعني الثمن مناسب أو غير مناسب؟ في أشياء ثمن مناسب وفي أشياء غالية جدا ما استطعت. ما اشتريتهاش؟ لا. تحياتي.